لحظة موعد فقرة سؤال اليوم، وسؤالنا حول مناورات الأسد الإفريقي. مناورات الأسد الإفريقي هي مناورات عسكرية مشتركة عالية المستوى تقام بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية بمدينة طنطان، انطلقت عام 2007. الهدف منها توثيق العلاقات العسكرية بين المغرب والولايات المتحدة وتطوير المهارات القتالية والتدريب على تضاريس متنوعة. يفوق عدد الجنود الأمريكيين المشاركين في المناورات عادة 1000 جندي من قوات المارينز نخبة الجيش الأمريكي. اختيار منطقة طنطان بالمملكة المغربية ينسجم مع استقرار المغرب، وفضلا عن ذلك يمنح التنوع الجغرافي للمنطقة تصورا عسكريا واضحا عن منطقة الصحراء الكبرى بإفريقيا.